قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية يشير الله سبحانه وتعالى إلى العلاقة الوثيقة بين السلوك الإنساني وبين النتائج السلبية التي عبرت عنها الآية بالفساد في البر والبحر. هذه النتائج السلبية التي يعيشها الإنسان ويعاني منها كثيرا، مساحة كبيرة من المشاكل السياسية والمشاكل الأمنية والمشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية والمشاكل الفكرية التي يعاني منها الإنسان، والتي يترتب عليها الفساد في الأرض في صوره المختلفة وفي أبعاده المختلفة، إنما هو نتاج فعل اليد البشرية نفسها. بمقدار ما يبتعد الإنسان عن القيم الإيمانية، بمقدار ما يبتعد عن القيم الروحية، بمقدار ما يبتعد عن القيم الأخلاقية، بمقدار ما يبتعد عن السلوك القويم، كلما عرض نفسه أكثر للابتلاء بحالة الفساد هذه في أبعادها المختلفة، وبالتالي سيعاني منها الشقاء في هذه الحياة، الحياة الدنيا. وهذه هي سنة الله عز وجل التي أكد عليها في القرآن الكريم. الأزمة الاقتصادية العالمية التي باتت تهدد كل العالم اليوم، والتي حركت الجماهير لتخرج محتجة في الولايات المتحدة، في أوروبا، في أستراليا، في مناطق كثيرة من العالم، ما هي إلا نموذج من نماذج التمرد البشري على القيم الإيمانية وعلى التعاليم الإلهية وعلى القيم الروحية والأخلاقية والسلوكية. نعم، نحن لعلنا في الكويت لا نشعر كثيرا بهذه الأزمة الاقتصادية التي تهدد العالم وتقرع نواقيس الخطر بشكل دائم ومستمر، وذلك بسبب عاملين. العامل الأول استمرار ارتفاع سعر النفط، والعامل الثاني سياسة الاحتلاب العشوائي للفوائض المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط. هذا الاحتلاب الذي يأتي تحت ضغوطات نيابية ونقابية وضغوطات إعلامية وغير ذلك، تأتي لكي تستنزف هذه الفوائض المالية التي يمكنها أن تصب في مصلحة المواطن وتوظف بطريقة اقتصادية صحيحة، نضمن من خلالها الرفاه المعقول والمتوازن الآن للمواطن، كما نضمن من خلالها شيئاً للأجيال القادمة لكي لا تعيش حالة تلعن معها الجيل السابق الذي استنزف كل الموارد بصورة عشوائية غير مدروسة اقتصادياً. لكن للأسف عقلية الاحتلاب هذه باتت هي العقلية السائدة، احتلاب إلى آخر نقطة ممكنة من هذا الاحتلاب. هناك كلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وهو يوجه المسؤولين على الصدقات، كان يبعث ناس يجمعون الزكاة، زكاة المال من الإبل وغير الإبل، فكان يوصيهم بخصوص الإبل عندما يأتون بها من مسافات بعيدة. في ضمن وصيته قال هذه الكلمة وأريد أن أستفيد منها المعنى، قال: فإذا أخذها أمينك، شخص من قبلك أمين أخذ هذه الإبل
لكي يرعاها ويوصلها إلى العاصمة المدينة المنورة. فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه، نبه على شغلة، ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا ينصر لبنها فيضر ذلك بولدها. يعني لا يحلب الناقة بحيث لا يبقي قطرة من اللبن لابن الناقة للفصيل، خليه يبقي شوية، يعني عندما يحلب يكون حلبة متوازن، هم يستفاد من هذا اللبن للبشر، ومن جهة أخرى للناقة، لأن هذه الناقة لابن الناقة، لأن هذا الفصيل يراد له أن يتغذى، وبالتالي يكون أيضا نتاج وثروة جديدة قادمة. ولذا من المفترض حسب هذه الوصية والمنطق الطبيعي عند الإنسان، أن من المفترض حتى وفق العقلية البدوية التي تقول باستنزاف الموارد الطبيعية إلى أن تنتهي، أن يبقى شيء للأجيال القادمة، وهذا الفصيل يمثل ماذا؟ يمثل نموذج للجيل القادم. ابقي شيئا للجيل القادم ولا يكون عندك سياسة احتلاب تام لكل هذه الموارد وبشكل عشوائي. البعض يقول بأن قضايا الفساد المحولة أو الاتهامات المحولة إلى النيابة وفيها تضخم لأرصدة وكذا تبرر للمواطنين وللنقابات وغيرها أن يطالبوا أن تكون لهم حصة من هذه الفوائد المالية. هذه فرصة الآن، إذا أكو القضية فالتة بهذا الشكل خلي يكون لنا أيضا إحنا نصيب من هذا. لكن يا أخوان، هل يمكن أن نعالج الخطأ بخطأ آخر؟ القضية هل قضية واحدة بوحدة؟ يعني مو ممكن المسألة تعالج بهذه الصورة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مرة ثانية البشر هم اللي مسؤولين. أخوف ما نخاف فعلا، كل إنسان حريص على هذا البلد لا يفكر في المسألة تفكير سطحي وإلى مقدار سنة وسنتين وعشرة، وإنما يفكر إلى الأمام. هل القضية ستستمر الفوائض المالية بهذا الشكل؟ هل النفط سيستمر بهذا السعر؟ هل فعلا الأوضاع الاقتصادية العالمية ستسمح أن يكون للدينار مثل هذه القيمة التي يحملها اليوم؟ أم هذا الانهيار الاقتصادي اللي حصل سنة 2008 هو لا شيء بالنسبة إلى ما هو قادم؟ هذه الأمور يجب أن يضعها الإنسان في ذهنه ولا يفكر فقط في يوم ويومين وسنة وسنتين. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يحذرنا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، والأمان ما يأتي اعتباطا، إذا أكو أمان اقتصادي يصير أكو أمان اجتماعي، إذا أكو أمان سياسي يصير أكو أمان اجتماعي، إذا أكو أمان في العلاقات الدولية يصير أكو أمان اجتماعي. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، لمن الله يذيقها لباس الجوع والخوف، مو عقوبة، هي نتيجة طبيعية بما كانوا يصنعون، نتيجة طبيعية. الله يحط القانون وانت تطبق قانونك، اما تطبقه بشكل ايجابي اما تطبقه بشكل سلبي، انت تحصد ما قدمت. الذي يزيد الطين بلة ان في ضمن كل هذه الاخبار التي نسمعها والكلام الذي ينطلق هنا وهناك، هناك حالة للأسف من تمييع للقيم، حالة من تمييع للمبادئ. يعني بات البعض حتى عنده مو مشكلة أن يكون أكو فساد، خلي يصير شنو، خل البعض ياخذ رشوة، خل كذا كذا. لا، القضية إحنا يكون ننتبه أن ما نقع في فخ التمييع، حتى لو ما كنا نوافق على أسلوب معالجة القضية،
حتى لو ما كنا نوافق وفعلا ما نوافق على الغوغائية، ولكن ما نرضى أيضا بأي شيء يعتبر نوع من الفساد أو نوع من اختلال الأمن أو غير ذلك. شوفوا هذه الكلمة لأمير المؤمنين عليه السلام: واعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل واللسان عن الصدق كليل. يعني تكون أنت في زمن ما تقدر تثق بأحد، يعني حتى المؤمن يكذب، ما عنده مصداقية، حتى المؤمن ما عنده مصداقية، بحيث أن الذين يتحدثون الصدق قلة، وبالتالي دائما عندك سوء ظن بالمتحدث، واللازم للحق ذليل. يعني ما عنده أنصار، لأن أكثر الناس يركضون وراء الباطل، أكثر الناس يركضون وراء مصالحهم حتى لو ما كان إن هذه المصلحة بالطريقة الصحيحة. ولذا من يتكلم الحق، من يريد الحق، من يقف مع الحق يصبح ضعيفا ذليلا في وسط الكثرة التي لا تريد ذلك. أهله معتكفون، يعني أهل ذلك الزمان، أهله معتكفون على العصيان، أكل المال بالباطل، وماكو مشكلة، خلي أكل المال بالباطل، مو رفيجنا، مو صاحبنا، مو نمون عليه، مو ولد عمي، مو كذا، أي عنوان كان، مو ولد قبيلتي، مو من أسرتي، خلي أكل، ماكو مشكلة. أصبح الخداع والكذب جزءا من الحركة السياسية. سرقة للمال العام مسألة طبيعية. إثارة الفتن الطائفية والمذهبية مو مشكلة، بل الذي يثير يصبح بطلا مذهبيا وبطلا طائفيا، حتى لو كان يمزق وحتى لو كان يدمر حتى لو كان يفسد في الأرض، المهم الانتصار فقط، هذا هو العنوان، حرب مشتعلة بين الطرفين. فتاهم عارم، يعني الشاب منهم سيء الخلق، ما عنده أدب في الكلام، ما عنده أدب في التصرف. فتاهم عارم وقح وشائبهم آثم، والكبير بالسن ما يحترم شيبات، وشائبهم آثم وعالمهم منافق. مو هم الدين، هم مصالح الشخصية، جيب اش كثر يمتلي، اش كثر يكون مشهور، اش كثر يحطونه يرزونه بالقنوات الفضائية، هذا هو المهم عنده. وقارنهم ممازق، يعني صديقك يمازج الغش والنفاق في علاقته معك حتى ما تثق بصديقك. لا يعظم صغيرهم كبيرهم ولا يعول غنيهم على فقيرهم. وأتصور أن لابد أن نفرق بين أمرين، بين الدوافع والأهداف من جهة، وبين المضمون من جهة أخرى. الخوارج رفعوا شعار لا حكم إلا لله، ايش قال أمير المؤمنين عليه السلام؟ كلمة حق يراد بها باطل. نبههم الإمام، قال لا تنساقون وراهم، لا تركضون وراهم، ديروا بالكم، كلام سليم، المضمون سليم، لكن المشكلة في شنو؟ في النوايا، المشكلة في الأهداف، المشكلة أن هالكلام راح يوديك لوين، تفسير الكلام شلون راح يكون، لكن المضمون سليم. هل انحراف النوايا يجعل أمير المؤمنين عليه السلام يتخلى عن منطق وعنوان لا حكم إلا لله؟ يعني يقول خلاص ما نبي لا حكم إلا لله أبدا. فساد النوايا لا يعني أن نتخلى عن المضمون، كذلك نقول فيما نحن فيه، إذا كانت الأساليب خاطئة في معالجة الوضع الخاطئ الموجود الآن في الاتهامات في قضايا الفساد وغيرها، لا نقول بأن نرضى بالفساد، لأن الذين يقفون وراء رفع هذه الشعارات إحنا نشك في نواياهم أو ما ننسجم مع أساليبهم، لا أبدا، نبقى نلتزم بمبادئنا وقيمنا، وما نرضى بالخطأ، ما نرضى بالخطأ هنا في الأسلوب، وما نرضى بالخطأ بأن نتخلى عن القيد وعن المفاسد. إن الإنسان هو الذي يتحمل مسؤولية ما يصيبه اليوم من فساد، هذه هي القاعدة الإلهية، والإصلاح مرهون بإرادة الإنسان نفسه. فإذا كان الناس يؤيدون الظالمين والمفسدين والمنحرفين والسارقين والمجرمين،
فلا يتوقع أحد أن يصلح حال السياسة أو الاقتصاد أو الأمن أو غير ذلك، لأن هذا يخالف سنة الله تعالى الذي قال: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.